يعني احنا اليوم بنشوف مجموعة من بين المذيعين الموجودين عندهم شيء من الضعف يعني في اللغة في الأداء، لأن في شوي من الاستعجال في ظهور الشاب على الشاشة أو أمام الميكروفون. أعتقد أن احنا بحاجة أنه نعيد النظر شوية، نهدأ، لأنه لما نرجع للأسماء القديمة اللي كانت تقرأ الأخبار الله. كان يختلف شوي يعني، معلش. الآن لما تسمع قارئ النشرة وحرف جر اللي بعد يرفعه، يعني صعب صعب انك تقبلها في إذاعة رسمية أو تلفزيون رسمي. أول ما كان هذا موجود، مستحيل تجد خطأ لغوي واحد، لو تخطئ خطأ على طول ثاني يوم يجيك خطاب إيقاف. هذا خطأ لغوي. نعم، إيقاف، رح راجع لغتك وتعال. كان في متابعة، اللي